حجري الأجل الطم بلا كلام رحم الله والديك مأجور. حجري الأجل سأله يمت عن عيني الحكمة وتسلم الباقر زي ما مي الأمة وتسلم الباقر زي ما مي الأمة معصوم ومتوج بتاج العصمة للباقر ثياب النور رب القدس أهداها للباقر ثياب النور للباقر ثياب رب القدس رب القدس أهدى أعلى أعلى صيح للباقر للباقر النور رب القدس هي وبتيد بعلمه وحكمته ورشاده وبتيد بعلمه وحكمته ورشاده يواصي المسيرة والده وأجداده ظهرت بوادر هيمة تسقي عداده شيد مدار استعليم شيد مدار استعليم بروحي العقيدة ابناها للباقر ثياب للباقر ثياب نور رب القدس أهداها رب وين جوابك لعد أهدى للباقر احكي للباقر يا بن نور رب القدس أهدى ومن شاهد الوادم بيدت تتمرد هذا النص أغاتي من شاهد الوادم بيدت تتمرد للشاعر خادم أهل البيت الأستاذ جابر الكاظم يا أغاتي من شاهد الوادم بيدت تتمرد عن سيرة الدين بجهل تتبعد أسس مدارس للعيلو موشايا بنهضة علومي وتهذيب بنهضة علومي وتهذيب لأهل الجهل وعاها للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس رب القدس للباقر للباقر ثياب النور الوادم فرق صارت وظهرت أفكار الوادم فرق صارت وظهرت أفكار ك
كل فرقة من هالفرق تمشي بتيار نزلت على الأمة الحجب والأستار مني الجهل راعي العين مني الجهل راعي العين يستنجد بأعماه للباقر ثياب النور للباقر هلا هلا رب القدس أهداه رب القدس ايدك ايدك ارفع ثقيل ثقيل الطم هيل الباقر ثقيل ينشمي يا رب القدس اي والباقي رب هي المحتوى وهي الدافع هي الدافع اصبح يفكر بالطريق النافع رايدي الأمة تنصيدم بالواقع رايدي الأمة تنصيدم بالواقع عني الجهل والتضليل عني الجهل والتضليل صوب العلم دناه للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور ايه رب القدس اهدى سمع للامام للباقر الباقي رب النور رب القدس اهدى والباقي ريب هل محتوى وهدافي ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بالنشامة والباقي قريب هي المحتوى وهي الدافع أصبح يفكر بالطريق النافع رايد الأمة تنصيدم بالواقع رايد الأمة تنصيدم بالواقع عني الجهل والتضليل صوي العلم دناه للباقر ثياب النور للباقر رب القدس فدوى فدوى اروح لك ان شاء الله احشي للباقر للباقر رب القدس من ما أصل للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أي من ما أصلحت كيل طاغي وكيل ظالم من ما أصلحت كل طاغي وكيل ظالم يشوف الجهل عالمجتمع متراكم والمجتمع لو صار واعي وفاهم يشكل خطر عالحكام يشكل خطر عالهلا
يشكل يشكل خاطر ايه وبعلمه يتصداه للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس سداه صوتك نشمي للخادم خدمتك خدمتك شيخنا ثياب النور رب القدس من مصلحة كل طاغية وكل ظالم شوف الجهل عالمجتمع متراكم والمجتمع لو صار واعي وفاهم شكل خطر عالحق شكل خطر عالحق وبعلمه يتصدى للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس ما شاء الله للباقر ثياب النور رب القدس والمصليح يريد البشر تتطور تتطور بالعلم من قيد الظلم تتحرر صارت أمي يا من الواضع تتحذر صارت أمي يا من تتحذر والباقي قريب هالاسلوب لطيوفهم لا شاه للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس سداه للباقر للباقر هلا 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 بيك ثياب النور رب القدس سداه أساس بحوث بتوريت العلمية هلا أساس بحوث بتوريت العلمية رسخ قواعد نهضيت الفكرية بصحوة فكر دينية إصلاحية بصحوة فكر دينية إصلاحية وابتدت آلاف الناس تتمسك بتقواها للباقر ثياب النور رب القدس سداه للباقر للباقر ثياب النور رب القدس سداه أساس بحوث بثورته العلمية ورسخ قواعد نهضيت الفكرية صحوة فكر دينية
إصلاحيها بصحوة فكر دينية إصلاحية وابتدت آلاف الناس تتمسك بتقوى للباقر ثياب النور ثياب النور رب القدس فداها للباقر ثياب النور رب القدس لو تتوافد على هواك. لا تستعجل لا تستعجل حبيبي. على يفتت عني لو تتوافد صار العلم بين البشر يتوارد حقق إرادته ومثل ما عاهد باقر علومي المختار بعلم النبي غذاه للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس للباقر للباقر